يقول والد صديقي لديه محل تجاري ولا يخرج الزكاة ويحلف كذبا من أجل أن يبيع السلعة، فما حكم المال الذي يكسبه من هذه التجارة؟ يا أخي هذا يختص به هو، أما أنت عليك أن تنصحه، إذا رأيت عليه شيئا من ما لا يجوز عليك أن تنصحه، أما أن تنقل حالته للناس وتسهرها لا يجوز.